switch on default with manual close. Best setting هنا. لل switch on default. نخلي بس open boot date off. محتاجة هنا close command 10 cycles و switch on duration 20 cycles. البانري انبوت عندي 2016 اللي هجيب عليه المانوال كلوز. بجهز هنا الفريجة distance switch on default test. خليه هنا with manual close. أوت الفريجة نيجي هنا عند التايمينج برضه بنظبط كل الزونز بحيث أتأكد إن هو مش هيفصل إلا في زون 2 فقط. البانري أوت بتاع الفريجة بيكون 120 ملي سكند أوكي. وأنا عامل هنا أوف ديلي عندي 200 سكند، فابتدي قبل إيه الأوف ديلي تايم.